محمد هاف ليفت كمان بيلعب رجله الشمال بكير ده حكايه ده. طب هرجع اكلمك رؤيه الكابتن حسام في المباراه بقى الفنيه او نتكلم كوره بس قبل ما اسالك كابتن محمد عبد الجليل طبعا برحب بالعريس من وجهه نظري مدير فني كبير بالارقام اللي انا قلت عليها في بدايه الحلقه راهننا عليه وهو وعدنا في اخر مكالمه معانا قبل المباراه اللي هو بيراهن على فوز النادي الاهلي وعنده ثقه في لعيبته وعنده ثقه في جمهوره معانا على الهاتف عريس المباراه لكن ان شاء الله في النهايه يبقى عريس البطوله ان شاء الله المدير الفني للنادي الاهلي المحترم الكابتن حسام البدري. كابتن حسام برحب بحضرتك. لا كابتن عايز حد تاني يا كابتن حسام؟ هو مش كفايه انا ولا ايه؟ مش كفايه عليك انا ولا ايه؟ يا اخي انا مبسوط ان انت معايا على الخط. اتفضل يا كابتن. انا مبسوط. انا ليا تعريف عملت تعريف كبير كده. لا ما مش هتكلم بقى. صوته راح. انا عايز اقول لك على حاجه، اول ما حضرتك دخلت على التليفون الابتسامه عند الاثنين ضيوف، بس الكابتن شريف انا عارف اللي هو صديق العمر كان سعيد قوي ومبسوط. انا مش عارف ابارك لك بقى، ربنا بعتني النهارده عشان ابارك لك. كابتن حسام عايز اكلم حضرتك في بعض النقاط، لكن الاهم من كل ده خلينا اديك حقك مره ثانيه على بيتك او شاشه قناه النادي الاهلي بالطبع هي بيتك كابتن حسام. اداء مشرف، لعيبه بتحملوا المسؤوليه، الواضح وانا بتفرج على المباراه اللي كان فيه دوافع المدير الفني خلقها للعيبه، الاستراتيجيه بتاعت المباراه اول 10 دقائق وترجع كمان. عايز اعرف منك في الكواليس، عرفت اللي انت عملت تدريبتين الصبح كده ومحدش كان عارف عنهم حاجه، الحاجات دي مهمه للتاريخ يا كابتن حسام عشان الموقف اللي النادي الاهلي يبقى خسران ويرجع للمباراه ده موقف تاريخي جدا جدا اكيد اتحفر للعيبه ولحضرتك في تاريخ النادي الاهلي يا كابتن حسام. هو طبعا بدايه بنشكر ربنا واحمد ربنا طبعا على التوفيق ان احنا قدرنا كل دوت طبعا قدرنا جدا مش مره تفريطه في نفس الوقت. سامحني. كنا احنا مضطرين طبعا. نحاول نعلي صوت الكابتن حسام كده، لان عايزين اسئله مهمه ومهم جدا للكابتن حسام يبقى معانا. نحاول نجيب الكابتن حسام، حضرتك معانا على الهواء؟ شو بيقطع؟ لو حضرتك سامعني يا كابتن حسام لو تتحرك شمال او يمين كده ممكن. انا سامعك. اتفضل يا كابتن حسام. بقول طبعا يمكن لقائنا احنا والترجي صعب طبعا جدا، لان باختلاف المنطق كده الاهلي والترجي اعتقد هو دي الحقيقه الافضل على مستوى القاره دلوقتي. وانا قلت يمكن ده نهائي مبكر، وهو طبعا مش نهائي حاسم ونهائي مبكر فعلا، ان هيوصل هنا هيبقى عنده فرصه كبيره جدا، لكن بيت هيبقى قدامه طبعا خطوتين صعبين يعني. فالحمد لله يعني انا بشكر اللعيبه على اصرارها، وفي نفس الوقت نتيجه المباراه الاولى بالرغم ان احنا متعدين 2-2 نتيجه لا تعثر على خير المباراه الاولى في قرب العرب، لكن انا كان عندي ثقه كبيره جدا في الله وعندي ثقه في اللعيبه هي ان شاء الله تقدر تتخطى الفوز ده. ومشكله مباراه الامس كانت مباراه يعني احنا متقسمينها، كان مهم جدا في بدايه المباراه احنا نتعامل بشكل ضاغط وفي نفس الوقت لابد كان يبقى في تاثير على فرقه الترجي، هي مش بتقدر تخاصنا في بدايه المباراه ووتر او اتصدر في توتر، ده فعلا حصل يمكن في خلال الربع ساعه الاولى. يمكن بعد كده برضه الاداء اتغير، وده شيء طبعا وارد اكيد فريق الترجي برضه فريق كبير وعلى ملعبه. الشوط الثاني اللي كان طبعا تغييرات شكل اللعب كانت مهمه جدا، يمكن اللي اتقال في الشوطين احنا مش هنلعب بنفس الشكل الضاغط، مش حاضر قدام ولا ان ما اقدرش اعمل ضغط على مدار 90 دقيقه قدام، ده هيختلف طبعا القوه البدنيه بتاعت اللعيبه. في نفس الوقت ما جاش من الهدف، كان لابد ان انا افكر ان انا اخلق مساحات في خط ظهر خاص بالترجي حد خلفهم، فقمت بالضغط شويه قلت اللعيبه هتسمح لفرقه الترجي ان هي تخش
نص ملعبنا طبعا مع تمركزنا الجيد وعدم وجود التحرك، لكن لابد نشتغل بشكل ان احنا نقدر نستخدم فيه الاجداد عن طريق فتحي وعن طريق علي وتمزيق اجاي وغيرت ثلاث اللعب بتاعت 4-1-3-2 اجاي وثلاث اجار ضد بعض ثلاثه في نص الملعب تحتيهم وفي نفس الوقت هشتغل من الاجداد برضه. اتعملت طبعا الحمد لله زي ما شرحت بين الشوطين اتعملت بشكل كويس فعلا كانت عن طريق اجداد بالشكل ده برضه عن طريق عمق كان ممكن يبقى فيه هدف ثالث كمان وادائنا كان افضل بكتير في الشوط الثاني نواحي بدنيه برضه رغم ان احنا انيس الشعلاني عامل شغل جامد قوي كابتن تهلكنا عنصر بدني في الشوط الاولاني نتيجه الضغط بقول لك التقدم اللي احنا عملناه لكن شفنا برضه لغايه نهايه المباراه الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه افضل فبشكر اللعيبه على ادائها تنفيذها واصرارها والتزامها لانه طبعا السبب الرئيسي بعد ربنا مره ثانيه وثالثه ومليون الف الف مبروك كابتن حسام. فوز مهم جدا، فوز تاريخي للنادي الاهلي. وكنا بنقول المستحيل ليس اهلاوي، بنراهن عليك وعلى ادائك وعلى حبك واخلاصك للنادي الاهلي طول الوقت انت ولاعيبتك كابتن حسام. الحاجه اللي انا عايز اعرفها من حضرتك النهارده خلاص اتحدد اللي انت هتقابل النجم الساحلي، شايف المباراه ازاي كابتن حسام؟ مباراة صعبة طبعا يعني خلينا نقول مجرد ان احنا بنقول دور تخط نار قدام الترجي دور صعب جدا لكن من الاصعب هو سيمي فاينال فاكيد هيبقى اصعب طبعا ان شاء الله زي ما قلت برضه لما نشوف ايه الشوط الاولاني ان شاء الله هيبقى على ملعب سوسه الشوط الثاني ان شاء الله هيبقى في مصر على استاد برج العرب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كل تفكيرنا وتركيزنا المباراه الجايه نعمل نتيجه ان شاء الله ان شاء الله كابتن اخبار سعد سمير ووليد ازار ووليد سليمان ايه الثلاثه كابتن؟ لا الحمد لله يعني النهارده في تمرين وسعد افضل كتير في التمرين بتاع النهارده وليد ازار مفيش كان امبارح كان بس كلام مثل وليد سليمان كان بس الحمد لله وفاز كويس كابتن حسام. بعد المباراه او النهارده المدير الفني حسام البدري قال للاعيبته ايه؟ لان النهارده بعد مباراه ونشوه فرحه مهم جدا المدير الفني يتدخل عشان احنا ما خدناش البطوله، قلت لعيبتك ايه النهارده كابتن حسام؟ اول صفحه لا النهارده طبعا كان في يعني جزء كده هو الكفري الخاص لعيبه اللي كانت لعبت امبارح لعيبه انا شفتش كان عندها تمرين النهارده وعملت قد تمرين كويس لسه ما كانت خالص عن المباراه بكره ان شاء الله هيبقى في تمرين صباحي وبعدين هيبقى في جوله حره للعيبه طبعا يعني تقريبا هنقعد اسبوع هنا وبعدين هيبتدي الضغط تاني يعني انا بدي 48 ساعه عاوز ابعد الضغط عن خالص بتاع الفتره اللي فاتت مش هنتكلم في اي حاجه بكره باذن الله بعد تمرين الصبح وبعد الجوله الحره هيبتدي الضغط تاني محاضرات ثانيه اليوميه بعدين بص في فتره السجن الضغط اللي كانوا موجودين عليه حتى ما فيش استيعاب الكلام اللي هيتقال الخاص بمباراه النجم الساحلي في نفس الوقت ما بقاش في ستريس طبعا في ملل كابتن حسام هذكر نفسك واذكر نفسي بحاجه حضرتك عملتها وفاكر اسلام المشجع فاكره يا كابتن حسام؟ اه طبعا فاكره خلي بالك دي بتدافع عن الخاصه الموجوده عند حسام البدر. الصوره دي راحت من دماغي انا عرضتها النهارده وهفضل اعرضها لحضرتك. لغايه ما ناخد البطوله. موجوده في موجوده في يعني على طول سمعناها ضايع شادي موجوده. يا رب ان شاء الله يعني الحاجات اللي انا اتمنى ان شاء الله باذن الله اوصل لحاجه كده واهتمام ان شاء الله. كمان مهم جدا الدور النفسي مع اللعيبه لان عندنا في مصر هنا خلينا نقول الحقيقه مع الكابتن حسام في وجوده احنا شفنا الكلام ده واحنا بنلعب اللعيبه كانت مهيئه نفسيا ودي حاجه تحترم في المدير الفني معناها اللي هو هيئ اللعيبه بشكل كويس ودي مشكلتنا في مصر المدير الفني بيلعب ادوار المفروض يركز فنيا بتاعته لكن في مصر هنا انت بتعمل كل حاجه. كابتن شريف عايز يسال حضرتك اتفضل يا كابتن شريف. لا انا مش عايز اسالك انا عايز اقول لك مبروك على تحررك للعيبة في الملعب اللعيبة بتلعب بثقة الجهاز الفني وثقته فيك وانت مدي كل واحد حقه في امكانياته
فالتحول الغريب والرهيب والكبير في جميع اللاعبين الحقيقه جوه الملعب بعد الغبن اللي احنا بنشوفه من الحكم هنا في مصر او هناك، التوتر النفسي اللي بيحصل لنا داخل وخارج الملعب، انت كنت واقف بثبات كبير قوي. انا بشكرك وبشكر اللاعبين على تحولهم وتحررهم وثقتك فيهم، لان كانش عندنا بعد الهدف غير ان احنا نثبت ان احنا لعيبه قد اللعيبه اللي احنا بنلعبها 10 مرات. وده اللي قلناه يا حسام قبل المباراه على طول، كنا هنا في قناه الاهلي وقلنا انزلوا متعوا نفسكم، العبوا بامكانياتكم، هتكونوا افضل ان شاء الله، لان انتوا اتظلمتوا هنا وربنا هو العادل وهيديكم حقكم هناك في رد. مبروك يا حسام وعقبال الماتش الجاي، واطمع دايما في المباراه واهجم ولا يهمك، انت فريق ما شاء الله الله اكبر، وانتوا كلكم على مستوى وقدر كبير قوي من المسؤوليه هنا وهناك، واحنا عندنا امل كبير فيك انك ترجع لنا كسبان من تونس، مش نتيجه طيبه بس برضو كسبان من تونس ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك طبعا، اشكرك على وعيك وتطرقك للنقطه اللي انت بتقولها دي، انها نقطه مهمه جدا، كون ان انت حط الضغط زي ضغط المباراه وجايب على الكلاعب والواجبات الموجوده عليه في تحقيق نتيجه المباراه، حط تحت ضغط كبير جدا وهو في الملعب حكم طبعا مش موجود معاه مرات، ده بالضبط بيبقى ضغط ثاني على اللعيبه. اشكرك يعني نقطه فيها وعي كبير جدا منك فعلا، طبعا ممكن تاهيل اللعيبه في تعليمات اللعيبه، لان يعني لعيبه النادي طبعا عندها خبرات، لكن لابد برضه في وعي مننا وتحذير لما ممكن يحصل في الملعب. طبعا ثلاثه توقعوا تطبيق فني، والحمد لله اللعيبه كانوا بتاعتنا. كابتن محمد عبد الجليل مع حضرتك، اتفضل. كابتن حسام معاك محمد عبد الجليل. يا كابتن الف مبروك وبشكرك، والله يخليك يا كابتن، وبشكرك على ثباتك، وانت بقالك اربع شهور تحت ضغط فظيع يا كابتن حسام بجد، يعني ما بين دوري وكاس وبطوله عربيه دخلت كده في الحسبان، وماتش ترجي او ماتشين زي ما حضرتك قلت، فعلا زي ما انت قلت الماتش هيتحسن في رادس. انا بشكرك على ثباتك الانفعالي بجد يا كابتن، وعلى اعصابك، وناس كتير هجمتك وناس كتير شكرتك، وبرغم كده بتأدي بجد، ربنا يكرمك وتفضل كده يا كابتن حسام بجد من قلبي يعني. ان شاء الله. الله يخليك معانا، اشكرك يا محمد، وان شاء الله يعني لينا كلنا، لان كل واحد له دور، له دور، واحنا لينا دور في الصدور وخارج الملعب، واحنا كنا خارج الملعب، لكن انا طبعا بشكرك فعلا قدوه لابناء النادي الاهلي، حتى في كلام حبيبتي طبعا في وعي، واشكرك. كابتن اخيرا جماهير النادي الاهلي اللي راحت التتش وهتفت باسم الكابتن حسام البدري وهتفت باسم اللعيبه وقدمت الدعم والمسانده، وكمان سافرت وراك مجموعه من الجماهير 150 200 واحد، صوتهم كان وصل لنا. انا عاوز اقول ان انا اتفاجئت بسبب الرساله، والله انا اتفاجئت اول ما حد اتصفر، انا رحت على 600 400 هو مفيش مصريين في تونس طبعا، مش واخد بالك والله في العظمه الحقيقيه، انا طبعا عاوز اشكرهم، عاوز اشرح معاهم، عاوز اقول انا متشكر المجموعه اللي جت في مركز جماهير النادي الاهلي، والالافات اللي جت لنا استاد الفيتش قبل ما نيجي الزين، والالافات اللي كانت موجوده بره مع الفيتش ملايين، ده انا طبعا حاسس فيهم، بشكر جماهير النادي الاهلي وبحمد ربنا ان انا يعني عملنا خطوه امبارح بنفرحهم، ان شاء الله نعمل الخطوه الاكبر، انت عارف ان احنا بنستفيد من ان احنا كل اللي احنا بنعمله نادي اهلي مسؤولين اداره الكلام ده كله عشان نفعل جماهيرنا. كابتن حسام انا بشكرك شكرا جزيلا، رفعتوا راسنا، مستنيين منك لسه كتير، وانا عارف الطموح اللي جواك والاصرار والعزيمه واخلاصك لجماهير النادي الاهلي دي موجوده فيك كابن من ابناء النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا، وربنا يوفقك وتضع التشكيله المناسبه لمباراه النجم ان شاء الله. بشكرك كابتن حسام شكرا جزيلا، كلامه مهم جدا، شخصيه محترمه لعشر كابتن حسام، يعرف معدن الراجل ده قد ايه اهلاوي.